نعم، هلأ وصلنا للفقرة الطبية. فرح يمكن أكيد زينب، رح نوصل اليوم ونحكي عن موضوع يمكن هلأ كثير من الأشخاص عم بيعانوا منه. فقديش أوقات زينب بتحسي إنه بالنهار بيمرق معك وقت ببلش راسك يوجعك كثير، ما بقى في تركيز يمكن على أي شيء، يمكن حتى عم نشتغله أو بالحياة، وهذا الشيء بينعكس علينا وبيخلينا يمكن أوقات عصبيين وما نقدر كثير يمكن نركز بحياتنا. يمكن كنا عم نحكي انا وياكي تحت الهواء انه ارتفاع درجات الحراره وهالشوب اللي مرق كمان عمل شويه وجع راس عند كثير العالم، كثير فبتحسي انه الكل كان متضايق مخنوق عم يجعوا راسه. اكيد كمان اللي عم بيعانوا من الام الشقيقه زادت عندهم الالام بفتره الشوب. اليوم بدنا نحكي عن علاج الصداع والامه وهالمعاناه اللي بتصير عند البعض اللي عندهم شقيقه، مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي. يسعد صباحك واهلا وسهلا يسعد فيك. صباحكم، يعطيك العافيه. صباح الخير دكتور. جميل، اليوم قد ايه مهم نحكي عن الصداع ووجع الراس قبل ما نفوت بتفاصيل الشقيقه، خاصه انه عم نشوف اليوم درجات ارتفاع كثير كبير بدرجات الحراره، وهذا الشيء يمكن بيزيد من الصداع اللي عم نعاني منه. بدنا نحكي بالبدايه عن اثار المسكنات، وهل صحيح انه نحن مجرد ما نحس بوجع راس او حتى ان كانت الام بسيطه او كبيره نلجا للمسكنات؟ اول شيء سعد صباحكم جميعا. الحقيقه فعلا موضوع الحراره المرتفعه عم بيكون له دور سلبي، التعرض لاشعه الشمس، الاشخاص اللي عم بيعانوا من ضربات شمس عم بيكونوا عرضه خلال اليوم لكتير اوقات بيمرقوا بصداع كتير قاسي ومزعج. الحقيقه دائما نحن لازم نرجع لتعريف الدواء لحتى نعرف انه هل الادويه امنه وباي وقت فيني اخذ منها كميات اللي بدي اياها ايمتى ما شعرت بصداع. بالنتيجه خلينا نقول الادويه هي سموم تستخدم ضمن جرعات محدده للحصول على تاثير محدد. لذلك اليوم في ناس للاسف معه ظرف سيتامول بجيبته، كل ما صار في عنده هيك شويه احساس بصداع بياخذ له حبتين سيتامول دفعه واحده، يعني ممكن اليوم الواحد يمرق له فيه باربعه او ست حبات عند كثير من الاشخاص. بدنا نقول بس حسب الدراسات يعني المتواتره والكبيره على سوء استخدام الادويه، وحده منهم مركبات الباراسيتامول، وجدوا بانه سميتها الكبديه كثير كبيره، وبالتالي الاشخاص اللي بيتعرضوا وبيستخدموا هالانواع من الادويه لفترات طويله بصير عندنا شيء بنسميه اثر تراكمي. اثر تراكمي هو انه الجسم ببلش يحفظ هاي الماده فيه، وكميات كبيره منها بتبلش تاثر على وظائف الكبد، والحقيقه هو العضو الاول والاهم المستهدف من الباراسيتامول. هلا مركبات اخرى خليني اقول مثلا مثل الايبوبروفين اللي كمان البعض بيستخدمها بشكل كبير، او مركبات الديكلوفيناك اللي هي مركبات مضادات التهاب. حتى في ناس بتاخذ ابر دكتور، يعني ما بتتحمل. تماما، في ناس بينتقلوا للابر بيصيروا بياخذوا. هلا هي شكل الاعطاء تمام، يعني ما بيغير من طبيعه الماده، وانما نحن عم نحصل على نفس الماده وتاثيراتها الجانبيه اللي ممكن نحصل عليها. لازم نحن نقيم دائما ليش النشره الداخليه تبع الدواء فيها كثير من معلومات عن تأثير جانبية، عن آثار غير مرغوب فيها، عن تداخلات، هي كلها ما هي من فراغ. الحقيقة هي دراسات سريرية انعملت وعلى مدى سنوات طويلة لحتى تحدد بأنه نحن لما عم نستخدم هالمادة الكيميائية، هي كلها مواد كيميائية بالأصل، شو التأثيرات السلبية اللي عم تصير عندي. وبرجع بنبه موضوع الكبد مهم جدا للباراسيتامول، ومسألة القرحة وما شابه من مشاكل معدية مرتبطة بمضادات الالتهاب غير ستيرويدية مثل الايبوبروفين والديكلوفيناك. وبالتالي نحن بأي حالة لما بيصير في عنا استخدام خاطئ بنسميه ميس يوز، بنستخدم بشكل خاطئ أدوية جيدة في جرعات معينة صغيرة تصبح سامة في جرعات أعلى. لذلك قولا واحدا ما نو الحل بالنسبة لنا أنه يكون بين إيدينا هاي الحبوب بشكل دائم بكميات كبيرة ونعتمدها بانه هي المخلص من الالام. لازم نتوجه توجه ثاني، نشوف المصدر تبع الالم ونشوف كيف فينا ندبره ونعالجه بمركبات طبيعيه، والافضل تكون مركبات غذائيه مستخدمه،
ونستخدمه نحن من باب الدعم. نعم دكتور، يعني هلا مثل ما كنا عم نحكي انه في انواع من الام الراس، يعني في الشقيقه، في الصداع، تمام، اللي بيجي مثلا مع فترات الشوب، في اكثر من نوع. يعني هل العلاج بالاعشاب بيختلف حسب نوع الام الراس؟ خلينا نحكي نبلش فيه بقى، اذا الواحد حس بالام بالراس شو لازم يتصرف، شو يشرب، شو يتصرف قبل ما ياخذ الدواء. تماما، اول شيء الصداع هو عرض، ممكن يكون في مشكله ثانيه ترافقت مع الصداع اللي نحن عم نشوفه، لذلك نحن مساله الصداع دائما بنتعامل معها لحتى نعرف المسبب الرئيسي لهذه المشكله. اليوم في ناس فعلا بيكون في عندها يعني مشاكل اخرى بترتبط مع الصداع، وبالتالي لما بيستخدموا منبهات بكميات كبيره، وعم نحكي نحن عن الشاي، عن القهوه، عن المته، عن الكولا، عن كل هذه المركبات اللي بتحتوي على الكافيين، فنحن عم يعني عم بصير في عندنا مشكله اكبر عند هذا الشخص. هالمنبهات عم تعمل لي ارق، عم تعمل لي توتر، ممكن صعوبه في النوم، ثاني يوم بفيق الصبحيات مصدع ما انه قدران يكفي نهاره بشكل جيد، هذا واحده من الاشياء اللي عم بتصير معنا. مثل هيك حاله حل انه نحن نبلش ناخذ مركبات نباتيه ونخفف من المنبهات لحتى نخلي الجسم ياخذ يعني كميه كافيه من النوم. بنفس الوقت نحن في عندنا مرات عم بيكون عندنا المشكله مثلا مثل ما تفضلتوا، موضوع تعرض لاشعه الشمس، نقص سوائل، نحن بحاجه انه نحن نتجنب اشعه الشمس، وخاصه باوقات الذروه التعرض المباشر لا يكون في اي طريقه، ممكن كاسكيت، ممكن نحن نشرب كميات كبيره من المي والسوائل لحتى نساعد ونخفف. اما ما يتعلق بالشقيقه فهو امر اخر، هو توسع وعائي، واليوم معالجته بتكون بطريقه مختلفه. نعم. اليوم بدخل يعني خلينا نقول من ضمن المستحضرات، بالعكس بيدخل الكافيين بخطه علاج الشقيقه، لذلك بدنا نميز صداع نصفي احادي الجانب، عم بيكون في عندنا تواتر، كيف عم بيكون التواتر، هذا بناء على اللي نحن بنقدر نقرر هالقصه. فيما يتعلق بالاعشاب خلينا نعرف انه في ببيئتنا السوريه اعشاب كثير مهمة وبسيطة وممكن تكون حل مناسب، ويمكن متوفرة بكل بيت كثير. عندنا البنفسج، عندنا الريحان، هدول مهمين كثير، عندنا الكمون، يعني يمكن الكمون يعتبر من أهم المركبات اللي بتساعد على تخفيف الصداع، وخاصة المرتبط بآلام هضمية، لأنه نحن بعض الأحيان بيكون في عندنا مشكلة في المعدة بتترافق مع صداع، إذا حلينا المشكلة في المعدة فعلا بيكون في عندنا تأثير جيد، وخاصة هو من المركبات اللي فيها زيوت عطرية ولها تأثيرات بنسميها سيداتيف، مهدئة، كثير مهمة، بتعطي نتائج كثير مفيدة. البابوناج، بابوناج رقم واحد، يعني نحن إذا اليوم بشكل يومي بيكون عندنا خلينا نقول الصبحيات أو المسويات، ظهريات، كباية زهورات، بنستخدم فيها هاي المركبات، نحن ممكن يعني نحضرهم بالبيت، يعني نحن اليوم سواء البنفسج أو إذا عم نحكي نحن عن البابوناج، ممكن في حالات محددة يكون في عنا مرات نستخدم الأوكاليبتوس اللي هو كينا الشام، ورق الأوكاليبتوس كميات قليلة منه بتعطي نتائج مهمة كتير. اليوم في عنا يعني مركبات ممكن تكون صارت بشكل دوائي، مثلا في ناس عم تشتكي من مشاكل معينة العلاقة بالتوتر، وهيك في عنا مركب بالصيدليات موجود اسمه حشيشة القلب، طبعا لها تداخلات معينة ولكن هي مركبات اللي تعتبر مهدئة. في حشيشة القطة، البلريان، كمان من المركبات الدوائية النباتية اللي متوفرة بالصيدليات. بنرجع بنقول بالبيت عنا في كثير عنا إمكانية لتدبير الموضوع، ناخذ رقم واحد البابوناج، البنفسج، الريحان، الحبق، بالإضافة لأنه ممكن نستخدم نحن مركبات منكهة، إذا بدنا يعني ننكه الخلطة مثل نعملها بشكل زهورات، بالختمية، بالخبازة، بهي المركبات، بس هي المركبات لها دور سيداتيف مهدئ مهم، بتساعدنا على تجاوز هالمشكلة. وبرجع بقول لا نستخدم المركبات المسكنة للألم الكيميائية غير عند الحاجة وبجرعات محددة ولتوقيت محدد، أما تكون عندنا نحن طول الوقت فراح يصير في عندنا مشاكل كبدية حكما، وهذا الموضوع مثبت. وفي كثير ناس للاسف مثلا بيكونوا عندهم اشياء ثانيه عم تاثر على الكبد، متعاطي كحول، او هو بطبيعه الاحوال طبيعه الاكل اللي عم ياكله فيها كثير تاثيرات على الكبد، وبالتالي عم بيصير في تآزر، وعم نوصل ل يعني تاثيرات كبديه سيئه. لذلك اول شيء بنبتعد عن هذه المركبات، ودائما ننتبه لموضوع الكبد عندنا، لازم ناخذ مركبات تنشط الكبد، بنصح دائما عسل مع الخل
بشكل يعني خلينا نقول كل شهر بناخذ مره هذا المركب، يعني هو مركب حقيقه تراثي قديم بسوريا من التراث الطبي السوري، كان يسمى سكن جبين. هذا المركب بيساعدني بشكل جيد لمساله تنظيف الكبد. برا اليوم بيسموه ديتوكس، بنعملوه كل 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 فتره، كل ثلاث شهور، كل ست شهور. نحن عندنا بالبيت فينا نعمل ديتوكس بسيط بشويه فواكه وبشويه مركبات بسيطة مثل العسل وخل التفاح الطبيعي. دكتور، يمكن من الأخطاء الشائعة اللي الكل العالم أو أغلب العالم بتعملها، خاصة اليوم بقطعة الكهرباء، يمكن بيكونوا قاعدين تحت المكيف بتنقطع الكهرباء، بنرجع للحر، بنرجع للشوب، هذا الانتقال من مكان دافي لمكان بارد، أو حتى بنكون برا بنفوت على البيت بصير عندنا يمكن وجع بكل جسمنا، ما بنعرف يمكن أوقات شو السبب أو شو ممكن نعالجه. شخص بيقول لك بدي مساج والثاني بياخذ مسكنات وإلى آخره، هذا من ضمن الأخطاء الشائعة. خبرنا شو هي الأخطاء الشائعة اللي المفروض نبتعد عنا حتى نضمن نكون بعيدين قدر الامكان عن الصداع. حقيقة اقول لك شيء، هذا الانواع دائما نحن قلنا الصداع هو عرض لشيء ثاني، فنحن ذكرنا منه الاعراض الهضميه المرافقه اللي ممكن تكون مرتبطه ببعض الاطعمه البقوليه بتعمل نفخ وغازات، بعض الاطعمه صعبه الهضم، اذا في حاله امساك طويله الامد، كله هذا مرتبط بصداع مرافق، فلذلك هذول لازم نتوجه لهم بالمعالجه بتخفيف هذه المشكله، تغيير نمط غذائي نحصل على نتيجه مطلوبه. تمام. الموضوع اللي ذكرتيه حضرتك هو موضوع شائع جدا بمجتمعاتنا، اللي هي الام المفاصل اللي عم ترتبط مع او مثلا وتاب او الم بالظهر، عم بيرتبط بشكل اساسي بصداع عم يمسك الشخص من الصبح لاخر نهار، انه ببلش نهاره هو في عنده مشكله عضليه او مفصليه معينه ما عم يقدر يكفي نهاره. هذا الشخص فعلا يعني تدبير الموضوع، اولا ابتعاد عن مصادر مباشره، المكيف معرض، نحن معرضين له مباشره خلال الليل رح يفوتنا بهي المشكله. هلا ما حدا رح يعاني دكتور، ما في كهرباء، هلا ما حدا رح يعاني، او المروحه يعني عرفتي كيف، او تيارات الهواء البارده مباشره اذا بنطلع نحن مرات من 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 مكان لمكان ثاني بتغير علينا الطقس بنعاني من المشكله. كثير مهم، انا بدي يعني وصفه كثير بسيطه بالبيت متوفره. اذا عانينا من الم مفصلي بمكان ما بالجسم، زيت زيتون، تمام؟ هذا زيت زيتون بنضيف له كميه صغيره كثير من الفلفل الحمراء، تمام؟ او الشطه. هلا موسمه تماما، فنحن بتكون مطحونه وبنخليها بقلب الزيت لبين ما يتغير لون الزيت، طبعا نحن عم نحكي عن مقدار ملعقه صغيره لحوالي كبايه كبيره، تمام؟ وبنحركهم حتى تمام الامتزاج. هذا المركب اللي نتج عنا فينا نعمل مساج فيه للمفاصل، للظهر، نعمل مساج بشكل طبعا بايد خبيره افضل، اذا ما كان متوفر نحن نحاول قدر المستطاع نحرك الدوره الدمويه بمكان الاصابه ومكان الالم، نتائجه مهمه جدا ومتوفر بالبيت، يعني هذا نحن فينا نعمله بشكل كثير مهم. بالاضافه لنا داخليا اذا انا صار في عندي مشاكل مفصليه وبدي اخذ شيء ساعدني بشكل اساسي، في عندنا اهم نبات لهالموضوع هو الريس، بذر الريس كثير مهم لهذا الموضوع، بيعطي نتائج مهمه. ذكرنا الاوكاليبتوس كمان متوفر، كينا الشام اللي هو الورق الكينا اللي متوفر بالطرقات اللي ريحته عطريه، ممكن احنا ناخذ بعض هالاوراق نغسلهم ونجففهم ونصير نستخدم منه كميه صغيره بمشروبنا اليومي مع الزهورات مع المركبات اللي نحن بنستخدمها. فاجمالا اذا كان المشكله هذا الاتجاه لازم نعالج المشكله، سبب المشكله حتى يخف الصداع. وبنرجع بنقول بهالشوب الكبير لازمنا حوالي 3 لتر مي اهم شيء المي، وما تكون مي بارده، نحن في كثير مشكله انه في ناس كثير بتحب تشرب مي بارده مسقعه وعم يدخل بمتاهات، يعني انتان والتهابات لوز وعم بيصير في عندنا مشاكل. لا، تكون قدر المستطاع الايماء بمحل الماء بما يعني يكون درجة حرارته مقبولة. تمام. مثل ما قلتي ما في كثير كهرباء في البيت، فانا عم تبرد المي كثير. اكيد. مانا مرضان، هن حاكين عن صحتنا دكتور، نحن عم نفهم الفكرة. نعم، دكتور نحن نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله هيك يكونوا استفادوا منا كل اللي عم بيشوفونا. شكرا لك. إن شاء الله سوريا دائما بخير، يعني من شوي كنتوا عم تحكوا عن الحرائق، إن شاء الله نرجع هيك ترجع سوريا خضراء، نشجر ونعمل، والله حرام يعني ما تستاهل سوريا اللي صار. شكرا لك دكتور من رتاني، وأكيد الصحة والسلامة لكل